ودلوقتي جه ميعادنا مع تقرير البيست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعاً للأسبوع ده. تعالوا نتعرف مع بعض على الكتب الأكثر مبيعاً ونرجع لحضراتكم على طول. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين روايات وكتب السير الذاتية والتاريخ. يتصدر قائمة الكتب الأكثر مبيعاً كتاب البابا تودروس الثاني سنوات من المحبة لله والوطن، والذي يحكي فيه قداسة بابا الكنيسة الأرثوذكسية وبطريرك الكرازة المرقسية جانباً من حياته حتى أصبح بابا للكنيسة. ولم تخل القائمة من أدب الجريمة، فجاءت في قائمة الكتب الأكثر مبيعاً رواية جثتان والثالثة عند قدمي للكاتبة نهى داود. ومن الروايات التي اعتدنا على وجودها في قائمة الأكثر مبيعاً رواية الحلواني ثلاثية الفاطميين للكاتبة الدكتورة ريم بسيوني، التي تأخذنا فيها إلى سحر التاريخ وجماله. ونختتم قائمة الكتب الأكثر مبيعاً بكتاب مقهى ريش عين على مصر للكاتبة الإماراتية ميسون صقر، والحائزة على جائزة الشيخ زايد للكتاب فرع الأداب. ويطرح الكتاب تعريفاً بالقاهرة الخديوية وسرداً لتفاصيل التاريخ المعماري والثقافي والسياسي والاجتماعي لتلك الفترة.